شوف الواير حقها فله بوريك قوه سحبها. قوه سحبها يا جماعه الخير عجيبه. سعر جماعه الخير التراب اللي موجود عندنا في الباص ابد. شوفوا اداءها جدا جدا ممتاز. بس حق السيارة حتى حق البيت. ايوه شوفوا يا جماعة منتج بطل ومسوين عليه عرض من 172 ريال ل 92 ريال فقط، وجايك معاه شنطة أنيق جدا جدا. حطه في الشنطة وفلتر احتياط، وحطه بالشنطة السيارة عندك وبفلاتر وكل شيء عندك. وحبيت انك تنظفها بسيط، افتحها من هنا شيل الفلتر هذا. هذا الفلتر يا جماعة الخير شفتوا، باقية الأوساخ كلها متجمعة في العلبة هنا شفتوا، كل هذا الوسخ طلع من الباص، وهذا الفلتر نظفه بين فترة وأخرى وسلامتك. وعندك فلتر ثاني منتج جدا بطل وسعره ممتاز، مسوين عليه عرض ما يتفوت ب 92 ريال. خذه يا اخوي وخذيه يا اختي وحطيه بسيارتك لتنظيف الاماكن تحت المقاعد، الاوساخ اللي صعب توصلون لها هذا الحل. رجال جبنا له مكنسة بينام الليله في الباص، بيرجع الباص وكاله. شفت المنتج؟ اعطيته مكنسة. ايه ايش تغيرت عليني؟ تغيرت عليني يابا من جسويمي. ايه تغيرت من زي اول، من زي اول اقول انا بشوف لي رفيق ثاني. ما بيك انت، ما بيك خلاص. سامي نظفه بالباب، نظفه بالباب. طيب تبيه انت المكنسه؟ تغيرت علي. ما تبيه انت؟ اي ابيها. خذها من، خذها من. تعال مريبش من المحل وياك. فيني ترى انا تغيرت وياك يا ابو دويش بسبب ذا خربني عليك ذا. مريبي علي وانت ربيتكم ماشي. مفتاح اقول لك جب جب عاد الباص. اخذ جوال وحين بتاخذ مكنسه، اخذه كله مريبي، اخذه وياك اخذه. ايش فيك يا ابو دويش؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ الباص وسخ وانت اللي تسببت في وسخته. شيخ انت خربت علينا في كل شيء. من جوال اخترب ومن مكنسه اخترب. طيب لك توخر عني ولا بتوجهك بكف الحين؟ لا 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 ايه ايه سوي له حركات. دويش 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 سوي له، سوي له دويش دويش. خله خله يخوفك. سوي له حركه، سوي له حركه الكاراتيه. ايه وخر وخر. ايه ايه لو تدري ان انا ويا سامي بنصير نسايب. اي نعم. شنو؟ بنصير نسايب. لو بنصير نسايب شلون؟ شلون؟ يعني بتزوج من عائلتهم. بتاخذ منهم؟ ايه. خلفي اقول لك جيت لنا نشبه فرجال. اطلع مني، اطلع مني. رجال يبقى ونعطيه. اسمع. ايه. خالتي موجوده. بس بدك اياها. ها؟ خالتي 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 موجوده. عانس قعدت لها الحين كم سنه؟ كم؟ 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 استريح 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 استريح. المهم مت الملكه خلاص نزلنا على خير. ايه ضبطنا امورك، مالك لك تضبط يا بعد امري. والله يشرفني قربكم يا واحنا يشرفنا حبيبي. سوسين 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 سوسين. شبيك يا ابو دويش؟ تزوج قسم بالله اني انا اجي لك واقبرك. انت كبير هنا تبي بتزوج بشرع الله. ايش فيه؟ ما تتزوج ولا كيف؟ ما تاخذ من ذيلي. خلاتي موجوده. ليه ما ياخذ من عندي؟ ما في سامي ما قال لي بيزوجني. سامي ما هو متزوجه. ما بشغلك، ما بشغلك، ما بشغلك، ما بشغلك. انا ابي انا بالمزرعه وانا
واقف حبيبي اسمعني ما دام عميد العائله انا موافق ولا لك تخل في اي واحد على خير بالطلاف اسمع ما سكتنا لك قلت لك اخذت حقوقنا كلها يا عمي ايه يا عمي عمي سامي والله من يوم رايح ما اسميك الا عمي يلا لا وصلت خلص وصلت هنا ترى خلص دخلك في الموضوع انت دخلك الموضوع ايش فيك ابو دوي سكتنا لك جيت عندنا قدناك وكلناك ايه ما تيجي زي السوس وتجي وتنهش فينا نهاش ترى انتبه بريبي يبغى واحنا بنعطيه رجال ايش دخلك يا حبيبي زواج زواج على سنة طلب ابوك يا ايه وش فيه رجال انا ما بغابر عرفك على العائلة هذا اخو عمك ايه هذا هالبليه ايه انا اخو عمك عمي انا مريبي قاعد يحب فراس سوين فهد وقال له بيتزوج منه طاط انا من جدك الحين من جدك الحين متصل انت متصل ابو بكره الملكه خلاص بكره الملكه خلاص بكره الملكه تزوج تزوج الملكه تزوج حق علي ترى كان بياخذ بنت سويمي تبي بكره الملكه ابشر بكره ولا يهمك خير البر عاجلا عمي سامي والله امرك ما اقول لا مالت عليك وعلى عمك ايش يا اخوي النوري اخوي النوري لا انت بس بسوي بروفه كيف اسلم على عمي من يوم رايح ابيك تعلمني السلام عليكم ساكم الله بالخير اوه العم موجود هلا عمي هلا هلا عمي شلونك عمي بخير الله يطول عمرك شخبارك عمي شلونك عمي اجسم عمك وحر قلوب العذال عمه عم يقول عمه كيفي طق شاي يا عمي تمي شا... تمر على شاي يا عمي يا بيض الله وجهك يا ولدي انت تمر شاي لا لا تسلم يا عمي من سبع ايه سبع ايه والله الله يشرفني والله مبارك خلاص ايه تمر شاي تبي شاي ايه مبروك يا اسمع انا اللي لا لا انا بارك لك ورجع اصبر بدواش وصلت فيك المواصيل تمد يدك على عمي مو مد يدي انا والله والله لا لا عمري هلا عمي ما بيسمعها ان شاء الله ان شاء الله عمي تقول لي ما بيسمعها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تقول عمي بدويش قال لي مبلوعه تروح تقول عمي سويمي مبلوعه ارضك ريح ان شاء الله 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 صح يما بدويش ايوه ايه لا خفت خفت لا لا خفت 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 خلاص اقول عمي بدويش عمي بدويش حلوه الحكي ايه ما بي ان شاء الله ان شاء الله ما بي كلمتي علي لا 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 ما قال شيء ما قال شيء قالوا نعم ونعم بدوي والله نعم والله يا بدوي والله نعم والله انا نبي قصيده في العنب ومعاذ بعد معذبني اليوم انا ما يستاهل وانا بكفو بس حضري ما يستاهل بكفو نبي قصيده مدحه مدحه اي ما يدحه ايه اقوم برتجالي لا لا ما يحتاج ارتجالي خلك كنت اقوم برتجالي افضل خلك كنت قاعد يا ابن الحلال ارتجال اقول لك يا ابن الحلال ترى ارتجالت ما ارتجالت ما كلمتين معروفين رجل ولا كل الرجاجيل يعني يلا يلا راح سين بهديه انت يلا يلا راح كيف تقول يساطر واحد منها ايه يلا يلا راح راح يا ابو معاذ ايه
اشهدك بالمرجله رجال. ايه تقوم لك الرجال الشهامي شهامي قصايل. نعم. اللي تعرف لك مقدار مغامر رفيع. واشهد في لك في سماك الطيب والجود والكرم ترعاه كف اليمين. انت رجال. دقيقه في احد لاحقك؟ في احد لاحقك يا جماعه؟ عشان في احد ايش فيك تسرع؟ رجال تشهد للرجاجيل. ايه انه رجال كفن بكل المقادير. رجال تعال قام ذن بكفو ذن قاعد ساعة كان الرجال يلقيك صيدة آخر اتصال وقوم مو بعاد الصراحة يرضيك صراحة شو الحلو يا ذا فجل دورع خلا يجي شو انا يعني ابو معاذ الرجال قاعد يقول فيك قصيدة وتقوم وتهد هو يسولف ولا يقصد والله انت رجال ولا بكفو من يقول لك القصيد افا اوف اوف تسيس ما تستحي والو 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 ولا برجال سمع النفس كم ما تقدر يا مرجاجي عادل كلمه خسيس وما خسيس ترى ما اسكت عاد انا عادل